هم اللي بيتقدموا ليكم هم او اولياء امورهم، ولا انتوا ليكم كشافين بيدوروا على المواهب؟ لا حضرتك، احنا بنشتغل على حاجتين، بنشتغل على بطوله الجمهوريه، المديرين الفنيين والمدربين بتوع المنتخب موجودين بيشوفوا الخامه وبيشوفوا الارقام وبيشوفوا الولد والتصنيف بتاعه وبداوا يحطوا عينيه عليه. معايا؟ بناخده بعد كده بنعمل له تيست، ناخده المركز الاولمبي نقعده يوم 2-3 عشان اللاعب يبقى ياخد راحته وما يبقاش مضغوط وما يبقاش جاي من سفر، يبدا يعمل له تيست. تمام؟ المدير الفني عندنا ناس على مستوى عالي جدا بيبداوا يشوفوا الولاد دي. انا لما احطه تحت ظروف معينه، تمرين، منتظم في التمرين، بيصحى بياكل كويس، مفيش ضغط اجتماعي عليه، خلي بال حضرتك يعني ولادنا من ذوق او من انكسار القامه بيلاقوا احيانا سخافات صحيح. فوجوده النهارده في مركز رياضي زي ده احساسه ان هو موجود، ثقه بالنفس تزيد، الثقه بالنفس كمان عندهم حاجات كتير. ويمكن ده شفناه، انا كنت لسه جاي من جورجيا، كنت في بطوله العالم رفع الاثقال، كان معايا احد اللاعبين انكسار القامه من طنطا، الولد قدم مستوى اكثر من رائع. وانا بقول لحضرتك الولد ده ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل، ولو ربنا اراد وكنا موجودين او غيرنا موجود هتسمع عنه في باريس 24، هتسمع عنه في 28. بدانا خدناه وبدانا نمرنه وبدا يبقى موجود. فيا جماعه نحط اللاعب تحت ظروف وضوابط معينه ونديله حقوقه كامله كلاعب وكمعسكر ونبدا بعد كده نحاسبه. ده الفكر اللي احنا المفروض نشتغل عليه. عندكم الدعم الكافي لتنفيذ اللي حضرتك بتقوله؟ والله خليني اقول لحضرتك، احنا لاول مره نمر بتجربه بعد 2017 مع معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، رجل رياضي من الطراز الاول. هو حاليا عنده كوفيد، ربنا يشفيه. ربنا يشفيه، لو انا عرفت ان هو خف امبارح يعني وهيبدا ينزل يا النهارده. يا مسهل. ربنا يعافيه. ده كل ده من المنتدى على فكره، ناس كتير قوي رجعت عيانه. فاعتقد ان كان عنده فكر ورؤيه، وجبنا كل الاتحادات. على فكره احنا دلوقتي تحت امبريله اللجنه البارالمبيه بقى عندنا 11 اتحاد. اربعه بارالمبيين وسبع اتحادات اولمبيه فيهم نشاط بارالمبي. ويمكن ثمار اللي عمله دكتور اشرف من 2017 انه جاب وقعدنا مع كل الاتحادات وايه الفكر بتاعكم للتاهل لطوكيو من 17، من اول 2017 ايه الفكر بتاعكم لطوكيو 20، بدا كل اتحاد يقول الفكره وخطه اعداده وبدانا نشتغل عليها وتترجم ماليا وبتيجي دفعات وفي مواعيدها، فبدات الولاد تطلع وتتاهل وتعد في البطولات بالشكل السليم. ولقينا ثمار ده في ان لعبتين كانوا جداد بالنسبه لنا ما تاهلش فيهم حد، التايكوندو لاول مره مصر تشارك ببارا تايكوندو، ودي تحسب الاتحاد التايكوندو والمجلس اداره وللوزير الواعي اللي فكر بشكل واعي. جميل. وحققنا ميداليه فضيه، يعني حضرتك تخيل ان انت بتشارك لاول مره وتحقق بولد وبنت، والبنت يعني كانت على وشك ان هي تغلب البطله التركيه اللي هي بطله العالم بقى لها سنوات، لكن طبعا الثانيه كسبت بحكم الخبره وبحكم ما تملكه من خبرات تراكميه، وخبرتها كانت اعلى شويه، لكن البنت كانت على المستوى المسؤوليه. كذلك الريشه الطايره لاول مره يتاهل لنا لاعب، بدانا بقول لحضرتك بنشتغل، يعني عارف لاعب يتاهل من انت اشتغلت عليه 3 سنين طبعا ويتاهل لاولمبيات، دي مش سهلة أكيد. في الرياضات الفردية بالذات.